أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الانتصارات التي يحققها فريق باريس اف سي الفرنسي بشعار فيكتورياس البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية تزيد من التطلعات نحو مواصلة الترويج لمملكة البحرين في المحافل الأوروبية الكبرى. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز فريق باريس اف سي بشعار فيكتورياس البحرين على فريق كان بهدفين نظيفين في الأسبوع 27 للدوري الفرنسي، مشيرا سموه إلى أن الفوز يبعث عن التفاؤل نحو تحقيق الأهداف ومستقبل واعد للفريق في المسابقة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رؤية اسم مملكة البحرين في الدوري الفرنسي مبعث للفخر والاعتزاز، ويساهم في مواصلة استغلال الجانب الرياضي في الترويج لمملكة البحرين، مؤكدا سموه أنه حريص على دعم ومؤازرة الفريق في مشواره لتحقيق الأهداف المرجوة. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام دينكارك، متطلعا سموه أن يواصل الفريق الانتصارات.